مرحبا، في هذا الفيديو سوف نتعرف على مجموعة من تقنيات التلوين عبر برنامج الفوتوشوب. هناك العديد من الطرق، سنتعرف على بعضها في هذا الفيديو. في البداية سأقوم بإضافة شريحة جديدة. عبر هذه الشريحة الجديدة سأقوم بوضع لون لأختار اللون الأحمر على سبيل المثال. عن طريق أداة الملأ سأقوم بملأ هذه الشريحة، ثم سأختار نمط الدمج Color. بهذه الطريقة قمت بتلوين الصورة بالكامل. ولكن ماذا لو أريد تلوين جزء فقط؟ عندها سوف أقوم بتحديد شريحة اللون، سأقوم باختيار ماسك. على الماسك سوف أختار اللون الأبيض واللون الأسود، ثم أختار أداة التدرج اللوني، وعلي الانتباه إلى اختيار نمط الأبيض والأسود والنمط الدائري هنا. بهذه الطريقة بإمكاني تركيز التلوين على منطقة محددة من الصورة. دائما على الماسك اللون الأبيض يظهر الشريحة، بينما اللون الأسود يخفي الشريحة. ماذا لو أردت تعديل هذا اللون الموجود هنا؟ بكل بساطة سأعود إلى اللون الأحمر هنا، سوف أختار لون آخر على سبيل المثال لون أزرق، ثم سأقوم بالذهاب إلى أداة الملأ وملأ هذه الشريحة مرة أخرى. لاحظوا كم أصبح التلوين أمرا بسيطا. حسنا، لنتعرف على طريقة أخرى الآن. سأقوم باستخدام أداة التحديد. أريد أن أحدد الورقة الموجودة في الداخل، لذلك سأقوم بعمل Select Inverse لتحديد الداخل. الآن سوف أختار فرشاة التلوين. عن طريق فرشاة التلوين بإمكاني تلوين أي جزء من الصورة بكل بساطة بهذه الطريقة. لاحظوا أن فرشاة التلوين لا تقوم بالتأثير على تفاصيل الصورة، لكنها تقوم بمنحها لون بهذه الطريقة البسيطة. حسنا، ما رأيكم بأن نتعرف على تقنيات جديدة؟ بإمكاني أيضا استخدام إحدى التقنيات عن طريق اختصار Ctrl U. عن طريق هذا الاختصار سوف نتحكم بما يسمى High Structure. عن طريق الهاي ستراكشن بإمكاني تحديد الألوان أو تغيير تدرج الألوان الموجود في الصورة بهذه الطريقة. ما رأيكم أن نقوم بتجربة أخرى؟ سأقوم بتحديد جزء من هذه الصورة عن طريق فرشاة التحديد. لقد قمت بتحديد هذه الورقة، الآن سوف أنقلها إلى شريحة جديدة عن طريق الاختصار Ctrl J. الآن سأقوم بتطبيق الهاي ستراكشن ولكن من هنا. ما الفرق بين استخدام الهاي ستراكشن من هنا واستخدامه على الصورة بشكل كامل؟ لاحظوا الآن أنا أقوم بتغيير التلوين لكامل الصورة، ولكن ماذا لو فعلت الارتباط من هنا؟ عندها سيتم التأثير فقط على الورقة، لأنني ربطت هذه التأثير أو هذا التأثير اللوني مع الورقة فقط. حسناً، لنتعرف على طريقة تلوين جديدة. بإمكاننا اختيار Ctrl L. عن طريق Ctrl L بإمكاني التحكم بالليفل الخاص بالألوان. لاحظوا بإمكاني زيادة إشباع الألوان المخلوطة داخل الصورة. أنا أقوم الآن بسحب اللون الأحمر، ولكن ماذا لو قمت بزيادة اللون الأحمر في الصورة؟ هذا ما سيحدث. بهذه الطريقة بإمكاني التعديل عن طريق نسب خلط الألوان بالصورة. كذلك الأمر بإمكانكم استخدام الليفل عبر تحديد جزء من الصورة كما فعلنا سابقا، ثم ربط هذا التحديد بالشريحة. حسنا، لدينا أيضا طريقة أخرى عن طريق الاختصار Ctrl M. عن طريق الاختصار Ctrl M بإمكاني التحكم بمنحني الألوان الخاص بالصورة. طبعا بإمكاني اختيار أي لون أريده للتحكم بالمنحني الخاص به. طبعا هذه ليست الطرق الوحيدة لتعديل ألوان الصورة، هناك الكثير من الطرق الأخرى، ولكن حاولت أن أختار لكم بعض الطرق السريعة والبسيطة للتعديل. علينا الانتباه لموضوع هام جدا، أن نمط الألوان الذي نستخدمه حاليا هو RGB. ماذا لو حولناها إلى CMYK، نمط ألوان الطباعة؟
حينها عندما سنختار على سبيل المثال Ctrl L سنلاحظ ظهور CMYK للتحكم بنسب خلطها، وكذلك عند اختيار Ctrl M سوف يظهر لي ألوان CMYK سيان ماجنتا يلو بلاك. أتمنى أن يكون فيديو اليوم سريعا ومفيدا لكم. كان معكم ياسر درعوزي، تقبلوا تحياتي.